السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى برنامج بدون مجاملة في قناة المستقلة، هذه حلقة الجمعة 30/6/2017 خاصة بالنزاع بين قطر والسعودية والإمارات. هذه الحلقة الثالثة في البحث عن حل لهذه الأزمة. 30/6 هو تاريخ، هو اليوم المشؤوم في مصر، هو يوم الانقلاب، على بداية الانقلاب على الديمقراطية المصرية، المظاهرات المفبركة والثورة المزعومة التي رتبتها المخابرات العسكرية المصرية مدعومة بجهات مختلفة للإطاحة بأول نظام ديمقراطي منتخب في تاريخ مصر. هذا الموضوع على كل حال تتزامن الذكرى مع مضاعفة أسعار الوقود بنسبة 40-50%. مصر التي قيل إن الناس خرجوا زعلانين من حكم الإخوان لها تتردى سياسيا أمنيا حقوقيا واقتصاديا، والناس يزرعون ما حصدوا من الجيش والذين تآمروا معه، يزرعون ثمار المرة لحصاد الغدر والخيانة. كل حال هذا الموضوع نرجع له في مناسبة أخرى. الآن نبقى في محنة أخرى تواجه الأمة العربية، وهي المحنة الخليجية، الأزمة الخليجية. باقي ساعات على المهلة التي قدمتها دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واحتمالات من كل نوع واردة. اليوم باش ناخذ تليفوناتكم ونسمع آراءكم أين تتجه الأمور. أولا خلينا نطلعكم على اتجاهات الصحف السعودية والإماراتية والقطرية قبل ساعات من انتهاء المهلة. شوفوا معي. الأزمة الخليجية محتدمة، ويمكن تلمس ذلك في تغطية الصحافة السعودية والإماراتية والقطرية للموضوع. جريدة عكاظ في عدد الجمعة عنوانها الكبير واقتربت ساعة الصفر، وتقول أن هناك ارتباك قطري أمام ثبات الدول الأربعة، وتنقل عن مسؤولة أمريكية أن أولوية الإدارة وقف تمويل الدوحة للإرهاب. جريدة الاتحاد في أبوظبي من عناوينها أن هناك حملة، تدشين حملة عالمية لمناهضة تمويل قطر للإرهاب، إذن التأكيد على اتهام قطر بالإرهاب. في جريدة الرياض السعودية نجد هذا العنوان المثير: قطر جزيرة معزولة. جريدة الاتحاد مرة أخرى في الإمارات عنوان كبير: هل تعود الدوحة إلى العقل في اللحظات الأخيرة؟ وتنقل هذه عبارة: قطر ندرس الرد على المطالب 13. هناك عناوين أخرى من نوع: واشنطن مشروع قانون يفرض عقوبات ضد ممولي الجماعات الإرهابية، الإمارات دول المقاطعة والمجتمع الدولي صوت واحد ضد دعم الإرهاب، وعنوان آخر: خطوات لاحقة بعد انتهاء المهلة إذا استمر التعنت القطري. وترون العنوان في النص: قطر تنتحر. هذا كلام جريدة الاتحاد الإماراتية. هذه جريدة الجزيرة السعودية في الرياض عنوانها: قطر تسلك طريق فقدان الفرصة الأخيرة، وتقول أنه مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لقطر من دول المقاطعة تكرر مشهد تعنت الدوحة لتواصل سلوك طريق فقدانها للفرص الأخيرة المتاحة من قبل شقيقاتها لعودتها إلى الحضن الخليجي والعربي. في الجانب الآخر الصحف القطرية ترد الصاع صاعين. هذه جريدة الراية تتحدث على أن أبوظبي تقود محاولات مستميتة لنفي تقرير هيومان رايتس واتش، والعنوان: ناشطون يعرضون تسجيلا ليمني تعرض للتعذيب بسجن تديره الإمارات. جريدة الشرق القطرية تنشر هذا الخبر
بالصور دفعة تعزيزية من القوات التركية تصل إلى الدوحة. جريدة الشرق أيضا: وزير الخارجية في الخارجية القطري: مطالب دول الحصار قدمت لكي ترفض. نبقى في الشرق وترون الصورة لمقر قناة الجزيرة والعنوان: إغلاق الجزيرة، ذروة تخاريف دول الحصار. إذا كانت الإمارات تتهم قطر بتمويل الإرهاب، ففي جريدة الشرق القطرية نجد هذا العنوان نقلا، هم ينقلون عن فرانس 24: الإمارات شاركت في قصف غزة. وفي الخبر أن قناة فرانس 24 الفرنسية كشفت عن مشاركة سلاح الطيران الإماراتي في الغارات التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة وقصف مواقع للمقاومة الإسلامية حماس ليل الثلاثاء الماضي. هذه جريدة الوطن القطرية عنوانها بالكبير: دول الحصار خرقت اتفاق الرياض، وزير الخارجية: الدبلوماسية خيارنا. تنقل الصحيفة على أن مطالب الدول الحصار مخالفة للقانون الدولي وتمس سيادة قطر. وهناك تصريحات لوزير الخارجية على أن قطر اتفقت مع واشنطن لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. يقول وزير الخارجية القطرية: شبكة الجزيرة تعمل باستقلالية وحرفية. ويقول وزير الخارجية الأمريكية: دعا إلى مطالب عقلانية. وعنوان آخر في الجريدة: بريطانيا والكويت تحثان على ضرورة تفعيل الحوار. هذه نظرة وإطلالة على صحف السعودية الإماراتية والقطرية، وهي تنقل لنا الأجواء المشحونة في الجزيرة العربية في الخليج، أجواء الفتنة، أجواء الانقسام. تلاحظون كيف تستخدم الصحف السعودية والإمارات عبارة دول المقاطعة، وتستخدم الصحف القطرية عبارة دول الحصار. على كل حال، أنا درست اللغة والأداب العربية في الجامعة، يعني لا أرى فرقا كبيرا تقول دول المقاطعة ودول الحصار. هي المقاطعة تعني الحصار، والمقاطعة بالطريقة التي تطبق فيها في الخليج هي الحصار بذاته، يعني إغلاق الحدود البرية وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية. إن لم يكن هذا هو الحصار، يا جماعة اللغة العربية في السعودية وفي الإمارات وفي مصر أم الدنيا وفي البحرين، فما هو الحصار؟ اللغة صعبة، يعني اللهجة تحس أنه يعني من جهة الصحف الإماراتية تصعيد واضح واتهام لقطر بتمويل الإرهاب، ولغة عدائية جدا. كذلك في السعودية ساعة الصفر لغة تهديدية، لغة استفزازية. ماذا تريد القبائل العربية في تلك المنطقة أن تفعل؟ هل يريدون تجديد أيام داحس والغبراء وأيام حرب البسوس؟ ماذا يريدون؟ تدخلوا أيها المواطنون العرب وأقنعوهم بأن يعودوا إلى رشدهم ويهدأوا قليلا. تفضلوا مارسوا حقكم وسلطتكم أنتم كجمهور عربي في التعليق على هذه الأحداث وفي توجيه النصيحة والنقد إلى صناع القرار في هذه المنطقة. ورحب بمكالماتكم ورحب بتغريداتكم في تويتر. الشريط الأخضر فيه العنوان في تويتر: نقاش مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم. معنا التليفون الأول في البرنامج مشاهدي الأعزاء، وهو من الأخ صباح في العراق. تفضل يا أخ صباح. السلام عليكم. وعليك السلام يا صباح، مرحبتين. أهلا دكتور، أنا صباح الشريف. أنا أتذكر كويس، مرحبتين بيك. أي كل عام أنتم بخير. الله يسلمك يا صباح. افتقدنا إطلالتكم برمضان. تركت الحوار الصريح بعد التراويح عشان ما أزعلكم أنتم في العراق، خاصة الإخوة الشيعة، تركت الموضوع نهائي. بالعكس نستأنس. لا أنتم زعلتوا مني خالص وكرهتوني فيه. على كل حال، شوف يا صباح، إذا فزت في الانتخابات الرئاسية حقة 2019 في تونس،
فسأكلف وزير الخارجية حقي يجي عند السيد السيستاني عندكم ويروح لقم ويعمل لنا ترتيب بتاع ندوة خاصة مغلقة لكبار العلماء من الطرفين، ونحاول إن شاء الله نلقى شوية طريقة لتقارب أفضل كده بالسر. كان وصلنا الحاجة أخبرناكم بها، كان ما وصلناش أكدنا الكسكس التونسي أو الكباب الإيراني ورحنا. السلام عليكم. على هذا الأساس احنا ندعو لك أنه إن شاء الله تفوز بالانتخابات. شكرا لك يا رحمتي، ربنا يسلمك. أنا مشكلتي أنه هناك الإخوان المسلمين ضدي في تونس، جماعة النهضة، ويعني بصراحة يعني جماعة النهضة ضدي وجماعة بن علي القدوم من نداء تونس ضدي، فمعركتي صعبة شديدة لأن نقدر نقنع 1.5 مليون تونسي عشان يتركوا الإخوان ويتركوا جماعة بن علي وصوتوا ليفا. لكن على كل حال أنا أدعو إلى ما أعتقد أنه صالح تونس، وهم أحرار، كان قبلوا مرحبتين، كان ما قبلوا قاعد معكم أنتم هنا في المستقلة، حاجة بديعة وأحسن من رئاسة الجمهورية التونسية. كمل يا صلاح، أعطيني رأيك الآن في الأزمة الخليجية، لأني أنا خايف على القطريين والسعوديين والإماراتيين لا يعملوا لا يتورطوا في معارك وفي حرب. كيف ترى الأمور دكتور؟ هي أي أزمة بين شخصين أو دولتين أو طرفين علينا أن نسلط الضوء على التاريخ القريب والبعيد للدولتين اللي احنا بصددها. بشكل عام أنه سياسة الإخوان في المملكة العربية السعودية بشكل عام حاليا يعني بالسنوات الأخيرة الحقيقة تأييدهم للحركات المتطرفة دينيا واستمرار قصف اليمن دون نتيجة، وصور جنابك قدمت قبل 3 سنوات كان حديث على اليمن، وأنا تحدثت وياك ويا ريت أنه لو ينعاد هذه كان به هواية أمور مهمة. أنا أبلغتك أنه ماكو نتيجة بالقصف لهذه الفترة 3 سنوات بدون نتيجة. تدخلها في مصر حقيقة، وإذا جردنا مناطق الموت في الفلبين ونيجيريا وأوروبا وعشرات الدول، نرى أن الجذر الفكري والمد المادي المباشر وغير المباشر من المملكة. وقول آخر شيء، وقول ولي العهد أن ينقل الحرب داخل إيران. وبهذه الصورة هذه السنوات الأخيرة، إذا تسمح لي بس أنا أسلط، لأن برنامجك لحد الآن هذه كم يوم ما تسلطت بشكل تفصيلي ومختصر عن الأزمة التاريخية بين البلدين. الأزمة الحالية هي بين شقين، شق أخوان المسلمين والإرهاب وشق تاريخي. الشق التاريخي حقيقة إيمان حكم، أنا راح أختصرها جدا يعني، بس هي مهمة لتسلسل الأفكار في ذاكرة من يتصل. إيمان حكم عبد الناصر استضافت السعودية الأخوان وكانوا أداة إلها للصراع مع أعدائها خاصة الأحزاب الشيوعية في وقتها، إلا أنها لا تسمح لها بالعمل داخل المملكة لأنهم عندهم الخروج على الحاكم وتأسيس الأحزاب هذه محرمة. حقيقة انتقد الأخوان التأييد السعودي لحرب الخليج الثانية وساءت العلاقة بين الطرفين. بال 2010 قامت قطر باستضافة الأخوان ولقاءاتهم وأشعرت السعودية بالقلق. جاءت الضربة القاضية لعلاقة الأشقاء بتقديم مليارات الدولارات إلى السيسي والإطاحة بنظام مرسي، لأنه السيسي عسكري وما يملك ذيك الشعبية، فوصوله للحكم والترتيب كان تقريبا يعني تقريبا ترتيب سعودي بتأييد أكو تأييد شعبي بس غير كافي لإيصال السيسي للحكم. حقيقة ما نرجع للتاريخ أكثر يعني، حتى إذا نرجع العام 65 مثلا بين الدولتين توقعت ترسيم الحدود لكنه ما كان إجراء عملي كان بالتوقيع. ب 92 كانت مناوشات إذا قرأت عنها أو تستذكرها ب 92 بمعركة الخفوس اللي هي بعدين انقتل بها ضابط سعودي وعدد من الأشخاص القطريين، وبعدها السعودية احتلت الخفوص أو صارت ضمن أراضيها. بال 96 الانقلاب على حمد، بال 2002 ظهور معارض سعودي بالجزيرة وصارت إشكال واستدعي السفير السعودي، بال 2005 ربحت الشيخة موزة دعوة ضد صحيفة الزمان، بعدين أبرز محاميها وثيقة تمويل السعودية للصحيفة، وما أريد ندخل في التفاصيل. نفس العام وقع انقلاب ضد أمير حمد وقبيلة بنو مرة. بال 2008 نشرت الشرق الأوسط عن السعودية بأن أمير قطر زار إسرائيل وبعدين اعتذرت، وهم إشكالات
وصاحبة الشرق الأوسط السعودية هي أصلا يعني تمثل تقريبا المملكة. وأحداث مصر منذ 2010 واختلاف الاتجاه السعودي والقطري. فأنا أرى أنه المسألة بها تاريخ متشنج وبها حاضر السنوات الأخيرة، والمطالب حقيقة أكو بها تناقض. يعني الإمارات لها علاقات أكثر من قطر بإيران، قصدك بإيران؟ أي مع إيران، الإمارات مع إيران لها أكثر. يعني إحنا بنطلب المنطق يكون أكو يعني الطلب يكون مو طلب مو بس فقط تعجيزي، طلب يكون خارج الإرهاب. أنا سمعت من صحفي معروف ما أتذكر اسمه قبل يومين قطري تكلم، قال إحنا تعلمنا من مدارس السعودية شلون نكفر الآخر وإنه شلون نقتله. فإحنا ما عندنا فكر جديد، يعني إذا كنا عندنا فكر فهو تقريبا نفس الفكر الوهابي. فإحنا فالإرهاب الحقيقة السعودية يعني بالنسبة للإرهاب صعب أن بري ساحتها خاصة فكريا. إذا 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 يا صلاح، إذا افتراضا إذا السعودية والإمارات بدعم من السيسي وكذا حبوا يعملوا تحرك عسكري ضد قطر، يعني الآن ما هي فرص قطر في الدفاع عن نفسها عندها معاها تركيا؟ والله هو أنا أسر تطرق حقيقة دكتور، هذه ليش أحب اللقاء يعني الحوار معك. أكو بعض الأفكار أنا وياك تقريبا هي متقاربة. أنا بس أقول فد نقطة مهمة، لأن إحنا يجب أن نحذر من الأعداء. يعني وجود ترامب في الرياض، طريقة الاستقبال والمليارات التي استلمها استقبال كان مو بروتوكولي، يعني كأنما قد مستعمرة تابعة لحكومة اتحادية وترسل أموال هائلة لهذه الحكومة، ما كان استقبال في عزة. وخروج ترامب هذه هو ليس بعيد عن هذه المشكلة، هو يعني تجاري أكثر ما هو سياسي. فالهراوة السعودية موجودة في السنوات الأخيرة، هي تشعر السعودية يعني والأمير ولي العهد شوي شاب يعني فيشعرون بالعملقة وتقزم هذه الدول قطر أو الكويت. هسه الكويت أنا أراها بها خوف من البحرين دخلت قوات سريعا لا. فأنا أرى يعني هذه النظرة الفوقية هي حقيقة ما راح تأخذ سنوات وإذا تبقى السعودية هالشكل وتنهار. لكن آخر دقيقة بالنسبة لل 48 ساعة الجايين، تتوقع السعودية والإمارات يصعدوا ولا يكتفوا بإجراءات يعني مثلا نعم تصعد الإجراءات، والسعودية حاليا في هم وفي اتصال وفي توسل مع ترامب لإعطاء الضوء الأخضر لاحتلال أو شبه احتلال تقدم قوات. والخطة العسكرية موجودة هي في السعودية هذه أشهر يعني دراسة بها، لكن تعرف الموازين الدولية والإقليمية والكذا لتقدمهم على القطر حتى أما تغيير أصور الاستسلام صعب، يعني الاستسلام صعب جدا. أما تغيير أشخاص بدل أشخاص وهناك مشاكل إيران إيران, إيران إيران لو حصل هذا إيران تبقى متفرجة؟ إيران تبقى متفرجة ما تدخل نفسها، لكنه طبعا هي حاليا الأمور بجانبها. تركيا تقاتل مع قطر؟ لا أتصور تركيا، لأنه هو ما لا تحدث حركة من السعودية باتجاه قطر ووضع وحيادية تركيا. أما إيران هي مستقلة بالقرار عن أمريكا وعلاقات متشنجة مع أمريكا. هذه كلها الدور إذا أخذوا الضوء الأخضر وينتهي حصول الضوء الأخضر من ترامب عندما يأمن 100 إلى 200 مليار دولار إضافية من غاز قطر. اليوم 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 ترامب اليوم ترامب اليوم ترامب اليوم يا صباح ترامب اليوم ترامب تكلم مع أردوغان بالهاتف اليوم الجمعة على الموضوع هذا، تفتكر يعني الأتراك بيخذلوا القطريين بكل هذه السهولة؟ الكل أنا لا أرى بالنسبة لتركيا حتى خلافها مع أمريكا خلاف استعراضي، لا أرى أنه ستقوم بعمل بطولي وضحي، وهي قاعدة والقاعدة حقيقة حتى استراتيجيا من ناحية جيوبتيك واستراتيجيا هي شبه محاصرة. يعني لا تستطيع بهذه القوات اللي هي أقل من 1000 شخص، واليوم أتصور أرسلوا البارحة واليوم ثلاث مرات أرسلوا إضافة بالتسليح الموجود حاليا. التسليح ليس التسليح سوقي وإنما وجودها وجود حقيقة سياسي أكثر ما هو عملي.
فلا أرى تأثير لذلك. والسعودية ما تتقدم إلا بالترامب اللي رقص مع هذا بالسيف. ولا لحظة، والغاز القطري يعني السعودية تعطيه لترامب ولا قطر؟ مين تدي الغاز؟ نعم، من يعطي الغاز القطري لترامب على حسب نظريتك أنت؟ السعودية ولا الحكومة القطرية الجديدة ولا شكون يعني؟ مين؟ والله هو ترامب ما يدوق في التفاصيل، يريد أموال، فيصير شروط أنه إذا أجى شخص غير شخص مين يحكم من نفس العائلة أو ابن عام وكذا، هو أكو إحنا وقت قليل. لا ما زالت 30 ثانية، فهمنا. إذا قصدك إذا جاء جناح ثاني يجبروه يدفع يدي جناح ثاني، لأن أكو المنطقة حافلة، المنطقة يعني حتى أمير زايد مثلا أخذ الأمر من شقبوط أخوه وهكذا، فهي المنطقة هاي عشائريات حقيقة مو فد رؤى سياسية وعلوم سياسية وكذا، المنطقة حافلة بالخلافات. يعني قصدك إذا كان جابوا جناح ثاني من عائلته الثاني لازم يعمل يعني لازم يدي جزية لترامب؟ هي تعطي جزية والباقي كله سهل، حتى علاقة بإيران، ترامب لا يهتم بهذه العلاقات، يريد أموال ويريد ذلة وطاعة، ليس إلا. طيب صباح، شكرا لاتصالك وقدمت وجهة نظرك في الموضوع، إن شاء الله ربنا يستر المنطقة كلها. والسادة المشاهدين، الأخ صباح عنده كمان خلفية عسكرية ومن البصرة، ونعرف فقط عن طريقة اتصالات يعملها بالمحطة، هذه وجهة نظره على الأحداث. يقول السعودية تنتظر ضوء أخضر من ترامب لغزو قطر، لكن ما أعرفش حسب عليكم أنتم يعني الشيء هذا وارد حقيقة أم أنه العالم لن يسمح، روسيا لن تسمح، وتركيا لن تسمح، إيران لن تسمح. شنو رأيك ناخذ مكالمة ثانية في البرنامج؟ من معن؟ ألو، تفضل. ألو، السلام عليكم. هلا، كيف حالك يا أخ هاشم؟ هلا. ما سيف اليوم اسمك ولا أحمد؟ لا لا، سيف، أنا أبو محمد. سيف. هيا سيف، الله يرضى عليك هاشم. أريد بس نصف المدة تبع لخ من العراق. أنا أحب العراقيين كثير إذا عارف. والله أنا أحبهم بقى. تفضل. فأريد نصف المدة فقط والإنصات. تفضل. نفس الإنصات، الله يرضى عليك يا أخ هاشمي. بالنسبة لنقاط 13، أنت ما شاء الله عليك أتيت بالجزيرة والإخوان، هناك 13 بند، فأنا أريد أن أفند البنود التي أتيت بها أنت، اللي هي الجزيرة. قناة الجزيرة يا أبو سامي كانت حتى بعد قطع العلاقات قريبا كانت تمجد في السعودية وتمجد في الملك سلمان، وكانت يعني السعودية تنشر أخبار السعودية أكثر من قنوات السعودية، فلم يكن هناك خطر من الجزيرة يعني، وأنت صحفي وتعرف وعارف هذا الكلام. وهذه النقطة الأولى اللي هي الجزيرة كانت يعني سعودية، يعني كل يعني كلمة الإعلام وتكتمون وتخنقون الإعلام هذا منتهين منه الحمد لله. والنقطة الأخرى بالنسبة للإخوان، الإخوان القرضاوي كان موجود عند الملك سلمان والغنوشي قبل كم شهر يعني، والزنداني رئيس الإخوان في اليمن، قوات خاصة سعودية هربته من اليمن إلى السعودية، خاطرت بنفسها القوات الخاصة من وسط اليمن. هذه الإخوان، يعني الإخوان هذه لا في فكر السعودية، السعودي مجتمع، السعودي مجتمع سلفي، وكلمة الإخوان عندنا من زمان وأنا يعني تراد يعني مثل كلمة علماني أو ليبرالي إخوان، ليس هناك خطر على السعودية من الإخوان. هذه نقطة. على هناك قطر يا خاشمي تدعم الشيعة في ما هو مصلحتها تدعم الشيعة في السعودية في القطيف، قوات الأمن عند احترافات وعند والبحرين، ما هو مصلحة قطر؟ هنالك يعني 50% شيعة سنة في البحرين، ما هي المصلحة أنك تجذب العوائل السنية في البحرين وتغريها بالأموال؟ والبحرين فقيرة، تغري العوائل السنية بالأموال وتجنسها وتوطنها في قطر وترفع من نسبة الشيعة في البحرين، ما هي مصلحة قطر بهذا الكلام؟
ثم يا أخي ما مع الحوثيين من زمان، هم اللي دعموا الحوثيين من زمان وحتى الآن. وبالنسبة أعوذ بالله من الشيطان، بالنسبة للموضوع آخر دقيقة، ما هو لحظة ما هي توقعاتك لما بعد انتهاء المهلة؟ توقعاتي شو يكون يا هاشمي، من 20 سنة لولا القوات الأمريكية في قطر لا دخلتها القوات السعودية من 20 عام. ولكن يا أخي أخيك يتقوى بالأمريكان، وتخيل أنت بتونس تتآمر على الجزائر وعلى ليبيا وتدعم الشيعة مثلا الأقلية في الجزائر، وتدعم الأقلية مثلا نصرانية في ليبيا. ما هي مصلحتك يا هاشمي في تونس؟ لماذا وتجذب المواطنين الجزائريين ماذا تتوقع في نهاية المهلة؟ هذا لا تريد أنت هذا الكلام. أتوقع أن سوف تركع موزة وأبناها، والأمريكان لن ينفعونهم، والقواعد الأمريكية في قطر وفي تركيا التي تضرب أخواننا في العراق وفي الشام لن تنفعهم، وهم وتركيا وقطر هم الوحيدين الذين لهم علاقات مع إسرائيل في الخليج وفي الأجهزة. طيب أوكي أوكي، بس الآن علاقات مع إسرائيل يا هاشم يا سيف. أوكي كانوا أردوغان مع شارون. أوكي سيف، يعني وأنت تعرف هذا الكلام يا خاشم. يا يوسف الله يخليك. يا سيف أنا يعني أنت تعرف في الخليج عندكم أعراف وعادات، ما تقول تحب تقول ترك على الحكومة القطرية، ما تقول ترك على الحكومة القطرية، ما تقول الشيخ تميم. ليه مصر على توجه بالكلام للشيخة موزة أم الأمير؟ ليه؟ يعني هذه لغة استفزازية، صح؟ لغة استفزازية. وأنت لما تقول يعني لولا القاعدة الأمريكية للسعودية دخلت، يعني أنتم مش السعودية، مش أنتم كمان مستقوين بالأمريكان؟ مش أنتم كذلك أنتم طالبين الدعم الأمريكي في الحرب مع في القصف في اليمن؟ مش أنتم تاخذوا تشتروا في سلاح أمريكي عشان تقصفوا اليمن؟ مش الإمارات فيها قاعدة فرنسية وفيها شركات خاصة متاع سلاح موجودة هناك؟ ليه جاي كان على قطر؟ ما أنتوا كمان أخذتوا زي ما كان يحكي صباح، أخذتوا أراضي قطرية زمان بالقوة ومنعتوا التواصل بين قطر والإمارات. ليش ما عندكش حق يخافوا منكم؟ حاولتوا تمولوا انقلاب ضد الشيخ حمد. أنا شايفك يعني متفائل كثير، شايفك متفائل كثير أنه يعني قطر يعني روحة سهلة كده وغدوة أو عشوة. أنتم ما نجحتوا في اليمن صح؟ الآن عندكم هذه السنة الثالثة في القصف، ما نجحتوا ولا نجحت مساعيكم في سوريا صح؟ تعترف بذلك. وفي العراق ما عندكم سياسة أصلا، متخبطين، لا عندكم لا سياسة ولا اتجاه. قطر مش هينة يا سيف، وإذا تحكي على الشيخ موزة مش هينة برضو، لا هي ولا زوجها ولا ولدها الأمير. علاقاتهم ممتدة بالعالم، سياسيا أكثر الشعوب العربية معهم، أكثر منظمات حقوق الإنسان معهم. الآن فاتحين فيك مبلغات قضائية في الخارج على من مخالفة القوانين الدولية في التجارة وغيرها من الحصار. فلا تكون عندك، لا تصرف في الاستهانة بقطر، وإن غدا لنظيره قريب. ناخذ المكالمة الثالثة في البرنامج. شكون معنا توا؟ عصام. ارفع الرق الخط شوية بتاع. الو اي يا عصام تفضل. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا عصام. انا عصام بكلمك من اسكندرية دكتور محمد. اهلا يا عصام، عشان انا مستنيك على التليفون بقى لي اكثر من 10 دقايق. اسف تفضل، عايزك تسمعني وقت تانيش. تفضل. انت دكتور محمد، انت راجل سياسي، ما ينفعش راجل سياسي برشح نفسه رئيس الجمهورية وعايز يبقى رئيس حزب وياخد الحكومة ويعلن عن توجهاته بالشكل اللي انت بتعمله ده، خالص ما ينفعش. لان انت على الاقل بتعادي تلت الدول العربية وهي مجموع عدد سكان مصر. احنا النهاردة من اسبوع رجعنا للسعودية تيران وصنافير، وامبارح رئيس الجمهورية بيزود الغاز وبيزود البنزين باكتر من 50-60%، ومفيش 10 تنفار في الشارع اتجمعت. الشعب المصري عاقل، والشعب المصري شاف اللي حصل، والشعب المصري شاف اللي عملته الجزيرة في الوطن العربي كله. قول لي فايدة واحدة عادت على العالم العربي من قناة الجزيرة
ومن التحريض اللي بتعمله قناه الجزيره في كل العالم العربي. لو قلت لي فايده واحده انا مستعد اصدقك وامشي وراك، فايده واحده بكل المصاريف اللي بتتصرف في قناه الجزيره على الناس اللي تحصل. لو انت فاكر ان موت 1500 عسكري وضابط مصري دول هيعبوا على المصريين بسهوله، يبقى انت مش عارف حاجه خالص. مصر اللي حاربت اسرائيل اللي هي اخبث واقوى واعظم من قطر 3000 مره وفضلت تصمد معاها حتى اخر العمر، مش هتغلب معاها قطر. ولو سمعت خبر الرئيس النهارده هتعرف كويس قوي ان قطر مش هتتساب، لا هي ولا تركيا ولا البلاد دي هتتساب. اللي يقتل العسكري المصري والضابط المصري مش هيعدي ومش هيفوت. الكلام ده خده مني انا، واحد كنت مجند في الجيش وعارف يعني ايه عسكري ويعني ايه ضابط. مش هتعدي لا مع مصر، ماليش دعوه بالسعوديه وماليش دعوه بالبحرين وماليش دعوه بالامارات، بقول لك مع مصر لن تمر هذا الامر مع الجيش المصري، ولن تترك قطر باللي عملته معانا 1500 2000 عسكري. هم بيعيطوا عشان 600 700 واحد ماتوا في رابعه، احنا مات من عندنا ما يقرب من 2000 ضابط وعسكري على ايد جماعات كانت بتتحرض 100% يوميا من الجرايد ومن المحطات القطريه. بيني وبينك الايام يا دكتور محمد، ما قلتش كان في واحد اسمه عصام بيكلمني من اسكندريه قال لي كلام وتنفذ، يبقى عصام ده ما يعرفش حاجه. وما تقوليش بقى قطر سهله ومش قطر سهله، حتي احنا ما كناش لاقيين ناكل وحاربنا اسرائيل. احنا ايام جمال عبد الناصر كنا بنقف طوابير عشان ناخد سجاير فرد وعشان ناخد فرخه من الجماعه وعشان ناخد وحاربنا اسرائيل. وبكره تشوفوا النهارده الناس كلها قاعده في الساحل الشمالي ومتدلع والمولات ماليه البلد والعز مالي البلد والبنزين بيزيد 60 و70%، ولا فارق مع الناس. بينا وبين قطر ايام مش هتعدي، ولازم هناخد حقنا تلت ومتلت. ومتشكرين يا دكتور محمد انك سمحت لي ان انا اكلمك، وانت راجل سياسي ما ينفعش تنحاز لجانب على حساب جانب. شكرا يا دكتور محمد. شكرا لاتصالك بالمستقله، عبرت عن رايك. انا احترم حقك في الراي ودافع عن حقك في التعبير عن رايك، واطلب منك انك انت يكون عندك نفس السماحه ان تحترم حق القطريين يعبروا عن رايهم، وحق الناس اللي يتكلموا في الجزيره يعبروا عن رايهم، وتحترم حق الاخوان المسلمين في انهم يعبروا عن رايهم. هم مصريين زيك، وانت ما انتش زايد عليهم اي حاجه عشان انت يكون مسموح لك تمشي للشاطئ الشمالي وهم تدخلهم السجن. انا بعتبر هذا استعباد، انا بعتبر ده هو الارهاب الحقيقي اللي يعمل فيه الجنرال السيسي في مصر، واللي عاوز ينشره ويصدره للعالم العربي. برأيي أنا هذا هو الإرهاب، أخطر أنواع الإرهاب. شفت الشر اللي يعمل واحد لما الرجل اللي مثلا قتل قبل يوم دخل بسيارة في مسلمين، أو المسلم الإرهابي اللي راح قتل ناس في طيارة ولا قتل ناس في كنيسة، ده إرهاب بشع جدا. أشنع منه في رأيي أنا لما ديكتاتور يصادر إرادة شعب بكله، يحكمه بالخوف وبالرعب، يتحكم في منامه بالليل، يحط سماعات في البيوت في الشوارع. ارجع اقرا شعر احمد فؤاد نجم حتعرف اذ كم عانت ولا تزال تعاني مصر من الطغيان والفرعنه والاستعباد. ماذا تساوي الحياه من دون حريه؟ لماذا انتم فقط من دون العالم تعشقون الحكم العسكري؟ لماذا لا يكون هناك حكم عسكري في الهند التي ترسل الآن مراكب فضائية إلى المريخ؟ لماذا أمريكا لا يحكمها العسكر؟ لماذا بريطانيا لا يحكمها العسكر؟ لماذا ألمانيا لا يحكمها العسكر؟ لماذا أنتم فقط تفتخرون بالعبودية وبحكم العسكر؟ لماذا؟ لماذا تريدون أن تصدروا لنا في العالم العربي هذا الطغيان وهذه الفرعنة التي توارثتموها جيل من بعد جيل؟ نحن خلقنا الله أحرارا. الموت أهون من القبول بالذل وبالنموذج السياسي اللي انتم عندكم في مصر. انا دائما اتذكر الامريكي اللي قال في 1974 في كونغرس بتاع فيرجينيا، قال give me liberty or give me death، اعطني حريتي وكرامتي او اعطني الموت. باطن الارض والله العظيم انا خير لي من ظاهرها اذا كان يحكمني الجنرال السيسي وامثاله. تفضل اطلب الله ان ياخذني اموت ولا اعيش تحت قهر الدكتاتوريين الفاسدين الذين يستعينون بشركات العلاقات العامة الإسرائيلية ويترددون إلى الكيان الصهيوني وشعبيتهم في إسرائيل أكثر من شعبية نتنياهو. عن حق يعشقه الإسرائيليون لأنه يخدم مصالحهم ولا يخدم مصالح الأمة ولا مصالح المصريين، ولأنه يقمع
في إسرائيل نتنياهو ما يقدر يقمع شعبه ولا يقدر يمنع أقصى جماعة دينية متطرفة من المشاركة في الحياة السياسية. لكن في مصر يعيش المصري هو ولده وحفيده جيلا من بعد جيل تحت جزمة واحد عسكري وضابط أمن الدولة. متى استعبدتم الناس يا عصام؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدته أمهاتهم أحرارا؟ تقول لي ماذا حصل في الربيع العربي وفي الجزيرة؟ عام واحد بين 2012 و 2013 عرفت مصر عام من الديمقراطية ومن الكرامة ومن حرية التعبير الحقيقية في الإعلام في السياسة. اقتصاديا كان وضعكم تحت مرسي أحسن مليون مرة من وضعكم الزفت حشاك وحاجة السبعين الحالي تحت قيادة الجهلة دي اللي يحكموا فيكم الآن. اقرأ فولتير: إنني مستعد لأن أقدم حياتي، يقول، فداء لتمكينك من حق التعبير. اقرأ عن الحرية يا عزيزي عصام، امشي افتح كتاب في الحرية ستعرف أنك أنت منتش عايش أصلا. أنتوا حياتكم كالموت، موتكم كالحياة، لا قيمة لحياتكم. ما الفرق بينكم وبين الأنعام؟ ما الفرق بينكم وبين البقر ولا الغنم؟ ما الفرق؟ اسمح لي، يعني شعب مستعبد مقهور من جنرال عسكري، ما هو، ما معنى حياته؟ الله، هي دي حياة؟ هو ربنا خلقكم عشان تأكلوا شوية رز وطعمية وتناموا والسلام عليكم؟ مش هو فرق بينكم وبين الجاموسة اللي عندكم في البيت وبرضو تأكل شوية حشيش ومش عارف ايه وعشبه بعدين؟ شو الفرق؟ وين حرية الرأي؟ وين حرية التعبير؟ وين حرية التجمع؟ وين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ ليه الهندي عنده الحق هذا والبريطاني والألماني والجنوب أفريقي والسنغالي والفلبيني والسنغافوري والفنلندي والسويدي إلا المصري ليه؟ والسعودي والإماراتي اللي ما عندها مش برضو نفس الشيء وعاوزين تبثلنا النموذج ده في كل العالم؟ الموت أفضل مليون مرة من النموذج الذي يريده السيسي للعالم العربي. أسأل الله أن يهزمه ويهزم النموذج وهذا الدكتاتوري الفاشي الطغيان. نأخذ المكالمة الرابعة، تفضل أخي عبد الكريم من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الكريم، مرحبا بك. أرجوك لا تشوش علي، اتركني وعلق في الآخر. تفضل يا عبد الكريم. أولا الجزيرة في عهد التسعينات الجزائر قطعت العلاقة وطردت المكتب نتاع لأن كانت تعاون مع الإرهابيين ضد الجيش الجزائري وتوجدت لنا أشرطة مصورة، هذه واحدة. الزوجة أجيب الأخ الموريتاني بأنه يدافع عن صدام حسين ليعلم بأن السعودية وتركيا منعت القوات الجوية من المطارات نتاعها إلا قطر. ثلاثة، أنت منذ شهر كنت تقول التوانسة تخاطب فيهم لأنهم مدلولين وكذا ويعيشوا تحت رحمة قطر. رابعا، أنت منزعج أنها طردت الإخوان وحماس. أتحداك أمام المصريين اللي استشهد لهم 23 ألف جندي من أجل فلسطين أن تستضيف واحد من حماس. أتحداك أمام العالم العربي إذا كانت لك الشجاعة. يكفيك من هذه النفعية كل يوم. يعني أنا أستغرب يا عبد الكريم، باقي حديثك يا عبد الكريم، باقي حديثك قوله في قناة MBC. أوكي، باقي حديثك هذا قوله في قناة MBC، لأن حدثتك تتحدث على الموضوع اللي مطروح. تحب تسبني أنا، سبني في MBC، أنا أحكي معايا في موضوع النقاش. تحب تشتمني أنا، اشتمني في MBC. جرب ترى، أتحداك أنت تتكلم وتأخذ تليفون في MBC أو في القناة المصرية أو في قناة سعودية. أتحداك. ومشكلة الجزيرة بالأساس مع الجزائر كانت الحوار اللي عمل وذاك المغرور أحمد منصور مع الرئيس بوتفليقة، طريقته القبيحة في الحوار معه، هو ده موضوع الرئيس. أنا أحمد منصور أنا ذاتي ما تقولش خالص ولا أطيق طريقته في الحوار ولا أتفرج في برامجه. هو اللي عمل المشكلة ديك، مشكلة شخصية معناها في قلة أدب وقلة احترامه للرئيس بوتفليقة وبس. وعندك حق الرد يا أحمد منصور لو عايز ترد. انت خايفين من الجزيرة؟ بتعملوا هاتوتكم جزيرة دولة بترولية، هيعملوا قناة زي الجزيرة. هردوا على الجزيرة، ما هي كلمة، ما شو عندها الجزيرة؟ مش عندها تقرير مصور تبثوا ولا اشتخبر تحطوا انتوا اخبار زي ما انتوا عاوزين؟ لماذا تخافون؟ هذا الخوف كله قتلكم ورعبكم.
لو عندكم قنواتكم وعندكم فلوسكم وعندكم مصر، مش مصر فيها 60,000 ممثل وفنان وفنانة ومش عارف ايه وصحافي وصحفي، ما تعملوا قنوات وتحرضوا على قطر زي ما انتم عاوزين. ما تتفضلوا عندكم قنواتكم وعندكم العربية وام بي سي، انتوا ليش خايفين؟ انتوا عاوزين نعيش زي ما عايشين الناس في السعودية وفي الامارات وفي مصر ليه؟ يا اخي احنا شفنا اوروبا كيف تعيش الناس. يا اخي عاوزين نعيش احرار، ربنا خلقنا احرار يا فلان، ربنا خلقنا احرار، مش عشان نعيش تحت رحمة جنرال. وإلا إيه الأمة التي تعشق العبودية هذه؟ أعوذ بالله، بسم الله ما غضب الله. أي تفضل سيد، نأخذ المكالمة اللي بعدي. أبو أدهم من الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبو أدهم. الله يسعد المساء يا دكتورنا العظيم. الله يحفظك يا أخي ويرعاك. يا سيدي الكريم، شرف لي أول شيء أني أتكلم معك. أنا إلي 12-13 عام بحاول أتصل معك، ولكن للأسف الآن إلي شرف أني بتكلم معك دكتورنا العظيم، دكتورنا المبجل المحترم. الله فيك أخي. سيدي الكريم، أنا بدي أعلق على الرجل العصام من الإسكندرية، وبدي أعلق على الرجل السعودي اللي مبارح تكلم، صار يقول مبارح أخذوها بقوة السلاح، بالمؤامرة، بكيد المال، بكيد المال، دفعوا جابوا 60 إعلامي، 60 إعلامي باع ضميره وباع إنسانيته وباع أخلاقه. اليوم الرجل بيقول لك مات 600 رجل برابعة، 600 برابعة، يعني كانهم غنم، كانهم ما لهم قيمة. اثنين، امبارح الرجل اللي شلح حذاءه أجلك الله وضرب نفسه فيه، قال لأني أنا نزلت في مظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي المنتخب. أنا والله يا أخي الكريم يا دكتورنا العظيم، أنا مش إخوان مسلمين ولا سلفي، أنا إنسان مسلم من الأردن، ولكن يحز في بالي وفي ضميري أنه يتآمرون على قطر، كانوا عندما بدهم منها مال وبدهم منهم مساعدات وبدهم منها دعم، كانوا يقولون أول الخير قطر، أول الخير قطر. الآن عندما تآمروا، عندما لف لفهم من لف لفهم، وعندما سمحت لهم إسرائيل بأن، عندما سمحت إسرائيل بأن يتعاطوا معها، بلشوا يبيعوا في أوطانهم. السيسي باع سنافير وتيران، هذا حتى إسرائيل الآن تعمل قناة جديدة تقضي على قناة السويس. أي سعودية هاي اللي بدها تحط عليها السيادة؟ هذا كله كلام فارغ وكله كلام كذب. قطر رفضت تدفع المال، قطر ما رضخت بصغر حجمها وبعقول أهلها، رفضت إنها تدخل في بيت الطاعة للسعودية ولا الإمارات، وخاصة الإمارات باعوا ضميرهم. كنت أعتبر أئمة الحرم هذول ناس يعني صحابة، ولكن للأسف كنا نعتبرهم صحابة، بدل ما يوجهوا البندقية باتجاه إيران وجهوها باتجاه قطر، باتجاه إيران. قاسم سليماني صلى على الحدود الأردنية العراقية السورية وهو ينظر إلى مكة، كانوا يقولوا مقام الحسين أشرف من الكعبة المشرفة، وهم ينظرون إلى مكة المكرمة حتى يقسموها ويدوسوها، ولكن للأسف كلهم تآمروا على قطر. ولكن أقول في النهاية لك الله يا قطر. وأنا بقول لك يا دكتور، أنت تحملت كثير وبتتحمل قاعد من الإساءات من الناس، ولكن في سبيل الله كنت تذب عن عرض رسول الله في حلقات المستقلة، وأنت تدافع عن رسول الله وعن زوجات رسول الله، نسأل الله أن يذب عن عرضك وأن يدافع عنك، لأن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأنا أشكرك لصبرك علي. شكرا أبو أدهم، بارك الله فيك وتقبل الله منك الدعاء، شكرا جزيلا لك، وربنا يحفظ بلاد العرب والمسلمين ويحفظ يهدي الناس إلى دروب السلام والمحبة والحوار والأخوة. ورحب بمكالماتكم في قناة المستقلة، أنا أعبر عن رأيي الخاص، تسألوني عن رأيي أعبر عن رأيي الخاص، نحترم آراءكم. نطلب منكم اللي يحب يخلفني، الأخ عصام عرضني من اسكندرية 1000%، خليته كمل كل حديثه، عرضني زي ما أنت عاوز،
لكن الحد الأدنى من أدب الحوار. أهلا وسهلا، هذه المساحة حرة، الحرية اللي عندي هنا بصراحة يعني أكثر حتى من قناة الجزيرة. الله يرحم الدكتور عمار الطالبي من تونس مشهور، قال هذه القناة أشجع من قناة الجزيرة. فالجزيرة عاملة إعلانات فخمة اليومين دي على تقول إحنا راهن باقون هنا ومش على إنارة واستنارة، بس بصراحة يا جماعة الجزيرة حتى المستقلة دي ما عندكم ما تقولوا فيها. العالم بدون مستقلة، تخيلوا الآن العالم العربي بدون مستقلة برضو بيكون موحش جدا مظلم كثير. نأخذ المكالمة الموالية من عند حميد في اليمن. تفضل يا حميد. السلام عليكم. وعليك السلام يا حميد. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله يا حميد، مرحبتين. حياك الله يا دكتور. الله يحييك أخي. والله يا دكتور بالنسبة للسعودية المطلوب من قطر أنها تخضع للسعودية. والمملكة السعودية الآن شايفت نفسها أنها متزعمها العالم. وأنها تريد العالم أن يكون تحت جزمتها. كرامة العربي وكرامة المسلم ليس لها أي قيمة. القيمة الوحيدة أنها تخضع لجبروت آل سعود. كما كانت الحرب في اليمن عبارة عن ترتيع اليمنيين. والآن قطر وغدا الكويت وبعد غد عمان. السعودية تريد أن تتسيد وتستخدم الجزيرة العربية عبيدا لها. هذا هو المخطط، وهذا هو الذي في الخفاء. وإنما وإنما الظاهر أنها عروبة وأنها مجلس تعاون وأنها وهذا كلام بعيد عن الصحة وعاري عن الصحة. المطلوب من جميع الدول أن تذعن لدكتاتور القرن القادم سلمان. هذا الدكتاتور يريد أن يكون العرب كلهم تحت إرادته ويعبدوه كما يعبد هو إسرائيل وترامب. والأحداث واضحة للعيان، وإن عقولنا وإن أسمعنا وإن أبصارنا عندما يعطي ترامب مليارات المليارات والمجاعة في الدول الأفريقية والحروب والكوارث والكوليرا والعالم يسير إلى الشتات. وأين عقولنا عندما نصدق أنه خادم الحرمين الشريفين؟ هذا له خادم الحرمين أصغر مواطن وأشرف مواطن يمكن يكون عند الله أفضل منه. أفضل منه لأنه يتستر بالإسلام ويتستر بالحرمين الشريفين، لكن أفعاله خبيثة. وأذكرك يا دكتور أن الدور القادم على الكويت إذا لم تخضع، لأن السعودية سوف تطبع مع إسرائيل والكويت سوف ترفض وسوف يدخلوها إلى بيت الطاعة إذا رفضت التطبيع. شو تتوقع بعد نهاية المهلة بعد ساعات في شو تتوقع الموقف مع قطر؟ كيف يكون تتوقع الموقف مع قطر؟ ماذا ستفعل السعودية والإمارات؟ قطر سوف قطر سوف تخرج من هذه الأزمة لأنها على حق وأنها ترفض العبودية والاستعباد، وسوف تخرج منتصرة بإذن الله. برغم أن القطريين يعني لهم هفوات، إلا أن الظلم ظلمات، لأن هذا السعودي يريد أن يظلم قطر ويستعبدهم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم. وأن فرعون عندما علا واستكبر أخذه الله. واضح رأيك حميد، واضح رأيك حميد من اليمن. أهلا وسهلا بكل السادة الشاهدين العرب في هذا البرلمان العربي الحر. خلينا نتكلم بحرية كما يتكلم البريطانيون في مناقشاتهم في برامج كويستشن تايم. في لو تشوفوا كيف الحوار بين رئيس الحكومة، رئيسة الحكومة الآن، وبين زعيم المعارضة في يوم الأربعاء في البرلمان البريطاني، والجرأة والحرية والنقاش، ما أحلى الحياة بطعم الحرية، وما يعني أبشعها من دون حرية. هل تبقى الحياة أصلا يبقى لها طعم من دون الحرية؟ مازال عندنا وقت لي كذا مكالمة إن شاء الله، ثلاث أربع مكالمات. نأخذ معنا الأخ أبو أيهم في السعودية. تفضل.
ايوه الكلام لك، ارجوك اسمعني من التليفون حتى نربح الوقت. اسمعك من الهاتف يا اخي. تفضل. اولا رحم الله الشيخ التويجري وطيب فراح. الله يرحمه. اسمعني يا شيخ محمد. اسمع فيك ابو ايهم، انت من السعوديه مش من قطر. من السعوديه، لماذا تبعدون بعيدا عن الحوار وتدخلوا في الشتائم وخادم الحرمين وروحه وجيه وكلام ما له اي معنى؟ الشيخ تميم، لحظه يا اخي اسمعني، الشيخ تميم بارادته باختياره وقع على اتفاقيه في 2014 ولم يلتزم بها. لماذا تشربون وتغربون وتذهبون وتاتون الام بي سي زي العلكه تصمك ليل نهار؟ انت عندك قناه ما فيها اعلان تجاري واحد، ممكن تقول للمشاهدين حقك هذول من فين من اللي موله؟ الحمد لله الفلوس السعوديه اللي الفلوس السعوديه. اقول لك اجاوبك تروح اجاوبك الفلوس السعوديه اللي اخذتها بقال محبه. اجاوبك يا 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 مويهم يا مويهم يا مويهم يا مويهم يا مويهم يا اخي يا ابو ايهم اسمع والله العظيم يا ابو ايهم 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 بلاش بلاش تقول عليا. هذا اقل ما يقال في شخص حقير زيك. ارجع للتوانسه لما كانوا يتكلمون. طيب اوكي يا يوسف، هذا الاخ يعني ما شاء الله عليه ما قصر. اقول له اسمعني، الفليسات اللي اخذتها، الاعلانات اللي اخذتها من المملكه العربيه السعوديه في سنوات الصداقه والوئام استثمرتها الحمد لله، يعني اشتريت بها عقارات وامشي على قدر الكساء الحمد لله. الاعلانات اللي اخذناها بتاع اس تي سي وإعلانات أخرى في السعودية الحمد لله رب العالمين، كنا أصحاب وكنا نتعاون على الخير الحمد لله، ما تعاوننا على باطل أبدا. كان عندنا إعلانات طيبة للإس تي سي، كان عندنا إعلانات من السعودية، وكنت أجي للسعودية وأحضر الشيخ تجري الله يرحمه وعزمني صحيح، بس كان يلم حول نخبة الأمة، أخيار الأمة كانوا حواليه، يساريين قوميين إخوان مسلمين. كانت السعودية فيها كان مركز الحوار الوطني، الملك عبد الله يحب يشجع الحوار. لماذا انغلقتم؟ لماذا تريدون أن تستعبدوا البشر الآن على مذهب محمد بن زايد وجنرال السيسي؟ ليه؟ لماذا تفعلون بأنفسكم في الرياض ما لا يفعله العدو بعدوه؟ Why do you do that؟ أنتم الذين انحرفتم، وأخشى أنكم ستدفعون ثمن بعض من كراهية من العرب والمسلمين لكم. أشوفها في كل المكالمات اللي تجي من عند الناس، ناس زهجرين منكم ومن اتجاهاتكم. ليه كذا؟ عزلة شعورية، الناس كارهينكم كارهين سياستكم. لماذا تشترون العداوات مع العالم؟ لماذا تركبون موجة الاستبداد والعالم يريد الحرية؟ لماذا تبحرون باتجاه الظلم والعالم يريد العدل؟ ناخذ مكالمة أخرى. تفضل أخي أبو عمر من قطر، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي هاشمي كيف الحال يا دكتور؟ طيب إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك يا أخي. أنا هذه أول مداخلة لي للأمانة، عمري ما تداخلت مع يعني ما لي مداخلة مع أي يعني تلفزيون، هذا أول مرة وأتشرف إني أتداخل معك. تفضل أخي أبو عمر. جزاك الله خير. هو أنا بس أعطي خلفية للأزمة، يعني هي المشكلة دائما في الآن على قطر. يعني احنا انا اتكلم كمواطن قطري ولا اتحدث عن باسم الحكومه، انا اتكلم عن نفسي شخصيا. يعني انا لي اهل في السعوديه، لي اهل في الكويت، لي اهل في مثل بقيه قطرين في الامارات. يعني احنا نسيج اجتماعي واحد، كلنا ممتدين. لا يمكن يعني الان المستوى للاسف وقع مستوى الشعوب. يعني هذا مثل ايام في اخ تكلم من الاحتجاج انكسر، لا يمكن نتراجع. المشكلة الآن يعني حتى إخواني من السعودية مثلا يتداخلون معك، أنا متأكد هذا ما مثل السعوديين، والله يصدقني أغلب الشعب السعودي مع الحق مع قطر. أنا ما أتكلم كقطري إني مع قطر، لكن أنا أشعر بالظلم اللي وقع. يعني بدليل أنا بس بدي أتكلم عن الحكومة السعودية تحديدا مش عن الإمارات، لأن اللي هم في المنطقة أكبر دولة هي المسؤولة، مفروض علينا كلنا. يعني كنا احنا دائما ننصغ لها هي السعوديه، هي الشقيقه الكبرى. لكن للاسف السعوديه في يعني السنوات الاخيره
كل يوم هو في شأن، كل يوم يجي. يعني احنا قبل اسبوعين ثلاث امورنا تمام، الاعلام المصري كان يجيب عن سلسفيل السعودية والمملكة والحكومة السعودية، الان بين عشية وضحاها صاروا حبايب. يعني انا التقلبات اللي في السعودية تقلبات غريبة عجيبة. قطر من سمو الامير الوالد من 95 احنا خط واحد ماشيين عليه، ما عندنا تقلبات. احنا مو يوم مع مصر يوم ضد مصر، يوم مع الامارات يوم ضد الامارات. والاخ المصري يتكلم قال والله ما حد خرج من البترول، سعر البترول ليش ما خرج؟ لان بيقتلون بالحديد والنار قاعدين يحكمونهم. لو خرج اي مصري سووه حط المسدس في يدك ولا دراوي ومدعوم من قطر. يا اخي العزيز والله من السرات اللي سمعتها انا من الاعلام المصري، حتى يوم تعرض حسني مبارك في الثمانينات في افريقيا للقتل قالوا هذا وراء القطريين. انا اعتقد الان الشمس شوي تنزل قالوا ارهاب قطري وراء. يعني حدث العاقل بما يعقل. انا ما ادري ايش المشكله يعني مع الاخوان في السعوديه، الحكومه السعوديه. انا اعتقد شوف ايش المشكله اخي، الجزيره تنبش الان وراء الحكومات الجبريه. هذا انا اقول مش الجزيره، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد الحكومه الجبريه لابد من خلافه. راوا ابوا ام لم يابوا، يعني ارادوا او غصبا عليهم. الحكومات اللي راح تدخل العالم الثاني اكيد يكون في خلافه راشده. هذا بمصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الان يا اخي ابحث في اليوتيوب، والله عالة يمنية من سنتين او ثلاث، ابحث شوف في اليوتيوب. شكوا ان في واحد يكون ممكن هو المهدي، بهدلوا هذه العائله اليمنيه، بهدلوهم وسجنوهم. شوفوا الاخوان يشوفون خلف اليوتيوب، حتى المهدي اللي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يجي الان يقتلونه. هذه مشكله يا اخي العزيز، هذه مشكله. لمتى احنا نرضى هذا الناس يقوم في كراسيهم؟ الى متى؟ الى متى؟ ماذا تتوقع اخر دقيقه في البرنامج؟ ماذا تتوقع ان يحدث بعد؟ انا قطري يا اخي، انا اتكلم كقطري كمسلم. سؤال يا ابو عمر. نعم يا نعم عليك، مازال دقيقه في البرنامج، ماذا تتوقع ان يحصل بعد انتهاء المهله؟ صدقني انا اخذ السعودي اللي غلط على سمو الشيخ موجه. انا اقول لك اخي العزيز، هو واشكاله قطر راح تبقى لما بداها، واحنا اصغر واحد فينا يدافع عن هذا البلد حتى رمق الاخير. قطر راح لا تتنازل قطر عن مبادئها، احنا مش عزبه من اجل السعوديه، دوله مستقله لا كيونتها لا حقوقها. قطر راح تسعى بكل الامور انها تجيب حقها، وراح تجيب حقها غصبا على اكبر خشب. طيب انا اقول ابو عمر، هذه كلمتك هي الكلمه الختاميه في البرنامج اليوم، لان الوقت اليومي المخصص للحلقه انتهى. البرنامج هذا مشاهدينا الكرام ياتيكم يوميا في الساعه 6:30 مساء بتوقيت غرينتش، 9:30 ليلا بتوقيت مكه المكرمه والدوحه، ويعاد بعد ساعه، يعني يعاد الساعه 9:30 توقيت هكذا ولا لا، يعاد 8:30 غرينتش، يعني 11:30 توقيت مكه المكرمه وتوقيت الدوحة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بحول الله، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.